عندنا شخص اتشرف باستضافته، عيسى او جيسوس. وراب جيسوس، عرفنا على نفسك. انا اسمي عيسى، طالب هندسه برمجيات وحاسب، درست ولاية نبراسكا بامريكا. ما شاء الله. طبعا اللي ما يعرف جيسوس من الستة اللي طيحوا جوجل في تنام، صحيح جوجل في تنام. ممتاز. المدة كم؟ والله تقريبا ربع ساعة تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كلمنا، كيف بديت بعالم الهاكينج والهاكر والاشياء؟ والله بالنسبة للبداية، يعني البداية صراحة كانت بالصدفة، ما كان عندي أي نية أدخل عالم الهاكر. حلو. لكن لما كنت بأمريكا تعرفت على شخص فيتنامي اسمه راين، كان هاكر، كان 24 ساعة على الكمبيوتر، فكان عندي فضول أعرف شو يسوي على الكمبيوتر. طيب ذلك الوقت وانا اتعلم. ما شاء الله. طيب شغلك فردي صحيح؟ لا لا لا، مع سكواد، مع رايد. ممتاز. طيب ايش عندك لنا اليوم؟ اليوم عندنا العيون باندا، مفاجأة بسيطة هنا. ممتاز. راح تعجبكم ان شاء الله، تفاجئ. يا لب عيون. طبعا هذه قناة روسيا اليوم الروسية. وقت ركز على رأيك. طيب. الله على ميسك. بطل مباشر هذا، بطل مباشر. الله يقطع ميسك والله. والله إنك بطل قسم بالله. لا ميسك. Понимаешь, как от меня отойти? Я же тебе не Джек Дэниелс. В голове до сих пор играет клубный тип. الان مثل ما شايف في الكلام هذا طالع دم مليح، طبعا باللغه الروسيه. نعدل على الكلام هذا وراح نشوف كيف يصير. طيب ممتاز، عدل. طب الصوت، طب الصوت. طيب قليلا الآن جاء شيء المهم، وحش. وأنا كسعودي وكعربي لازم أحط وصفه. ونعم والله، ونعم. الله عليه، الله عليه، والله إنك وحش، قسم بالله إنك وحش. ما شاء الله عليك، لا اله الا الله. اذكر والله يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله. تكفى تكفى جيسس، حط شعري. تكفى وين؟ صح صح والله، حط شعري. ما عندي شعر، والله عندي باليوس ذاك الشعر، شوفه فوق الطاوله، فوق الطاوله. ايوه تكفى، حطه كأنه شعار قناة، فهمت علاش؟ طيب جيسوس ترى كبير كبير. عارف عارف، ما عليك العب. كفو والله، توبته الكبير. ما عليك. ايوه وحش، حطه فوق. تكفى حطه فوق كأنه قناة، فهمت علاش؟ فوق يمين. اي يمين. تكفى ترى بالورصة. عارف عارف. والله انك وحش، والله انك بطل. اي والله ما شاء الله. Oh.